بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام البنات، من تكونوا بخير اليوم. كما راكم تشوفوا جيتكم بقاطو اللي معروف جدا محبوب الجزائريين، قاطو المحقن او معروف ايضا بقاطو الزواقة. اول حاجة نبدأ مع المقادير وطريقة التحضير. كما راكم تشوفوا البنات هنا، انا عندي الكيلة تاعي، يعني كيلة عادية. انتم تاخذوا الكيلة اللي تعجبكم على حساب الكمية المتوفرة ولا على حساب الكمية اللي تحبوها. هنا كما راكم تشوفوا عندي كيلة بيض، كيلة سكر، كيلة نشا، وملعقة صغيرة فانيليا، وأيضا كيلة ونصف زيت، والفرينة على حساب الحاجة، واثنين خميرة وقرصة ملح. هنا أول حاجة بدينا بها هي الكيلة تاعنا تاع البيض. أنا حوالي هاد الكيلة ديت لي أربع حبات بيض بكيلة سكر. اللي يحب الحلاوة شوية زايدة يقدر يدير حتى كيلة وربع، لكن كيلة جات يعني مليحة، تجي الحلاوة معتدلة. ضربوا مليح هذاك البيض مع السكر، زيدوا معطر الليمون كما راكم تشوفوا، او زيست الليمون. من بعد ما تضربوا هذاك السكر والبيض مليح البنات حتى يرجع خليط رغوي، زيدوا كيلة ونصف تاع زيت نباتي، يكون شويه على الاقل يكون شويه بارد، حطوه قبل ما تبداو في الكيفيه تاعكم، ولو ربع ساعه في الثلاجه باش العجينه تاعكم ما تطلقش الزيت نهائيا معكم، سورتو رانا في السخه السخانه هذه. هنا كما راكم تشوفوا خلطوا مليح المكونات بالضربة الكهربائي ولا باليد البنات عادي. زيدوا كملوا حطوا هذيك الكيله تاع النشاء بهذه الطريقه، خلطوا مليح المكونات حتى يندمجوا باش تبداو تضيفوا الفرينه تاعكم. البنات هنا اللي ما عندهاش الضرب الكهربائي تقدر تستعمل الفوي ولا يديها، لكن راح ياخذ يعني معك شويه وقت باش هذاك السكر تاعك يذوب. هنا كما راكم تشوفوا بنفس الكيله قعدت تنكيل، يعني دات لي حوالي واحد ربع كيلات ولا تاع الفرينه. نتوما على حساب الفرينه اللي عندكم، حطوا الفرينه تدريجيا بهذه الطريقه، وزيدوا كيسين خميره وزن 10 غرام، يعني الكيس الواحد وزن 10 غرام يعني 20 غرام كما راكم تشوفوا، حتى تشوفوا الخليط تاعكم اندمج بهذه الطريقه. الفرينه تكونوا غربلتوها من قبل يا البنات باش ما دير لكمش حبيبات ويجيكم الكاطو تاعكم خفيف. هنا بهذه الطريقه كملوا ضيفوا الفرينه غير بالعقل البنات، هذه العجينه ما تنشفوهاش البنات، كان نشفتوها ما راحش يجيكم الكاطو تاعكم خفيف وهشيش كيما نقولوا حنا، يعني ضيفوا غير بالعقل. خذات لي حوالي واحد 700 غرام تاع الفرينه، قادر تاخذ لكم حتى يعني 800 على حساب الفرينه. نتوما ما تنشفوش العجينه باش كيما قلت لكم يجيكم الكاطو تاعكم خفيف. كملوا بهذه الطريقه لمو. من بعد كي تشوفوا العجينه تاعكم يعني طريه كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه، نزيد لها شويه فرينه مازالت مخصوصه، زيدوا لها شويه فرينه كيما راكم تشوفوا. من بعد غطوها وبداو استعملوها مباشره، خلوها ترتاح على الاقل 5 دقائق. من بعدها من توجدوا كيما نقولوا البلا ولا بوش تاعكم، من بعدها بداو يعني تستعملوا فيها كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. البنات انا هنا باش نسهل عليا العمليه، هذيك درت جبت لابوش تاعي، يعني النوع تاعها سوليد ماهيش سيليكون قماش، وجبت ايضا المحقن تاعي كنت دخلته. وانا هذا المحقن تاعي يعني يدخل في لابوش، كاين واحد النوعيه تاع المحقن ما يدخلش، انا هذا سبيسيال تاع التيفور، جاني اسهل. هو شويه يعذبكم يعني صعيب شويه في اليد، لكن باش تجيكم العمليه سهله عمروا العجينه. من بعد شوفوا بهذه الطريقه حطوا في بلاطو ويكون مذهب الزيت، لكن نحاولوا تخرجوا العجينه من تحت البنات، يعني من يدكم اللي من تحت باش تجيكم يعني العجينه فيت فيت يعني تخرج لكم كما راكم تشوفوا. كي تخرج البنات حاولوا تلصقوا كما نقولوا الراس مع الراس غير بالعقل، يكونوا صباعتكم يعني باش ما تلصق لكمش العجينه، دهنهم فقط بشويه زيت كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. حاولوا يعني تشكلوا شكل دائري، الحجم اللي تحبوا الحجم يعني كبير ولا صغير كما تحبوا بهذه الطريقه البنات، نظن راكم تشوفوا. من بعد حاولوا كما قلت لكم تسووه فقط بالزيت، عليها قلت لكم يعني الاحسن انه البلاطو تاعكم تدهنوه بالزيت باش يعني تجيكم سهوله في المرونه تاعها. شوفوا بهذه الطريقه البنات، غير سووا الحبه تاعكم غير بالعقل، حاولوا ديروا شكل دائري هذاك. تحبوا تحطوا في النص مثلا القفال تاع القرعه كما نقولوا باش تجيكم الحبات يعني بنفس الحجم، وتجيكم هذيك الثقبه قد كما راكم تشوفوا البنات.
بهذا الطريقه غير بالعقل. قلت ديما كما قلت لكم يعني العجينه خرجوها من تحت، ما تحاولوش تخرجوها من الفوق، يعني قادر لابوش تاعكم ما تتحملش ولا ما تخرج لكمش نهائيا العجينه، وتحبوا المحق تاعكم يعني تخدموا بصبعتكم. انا الصراحه ما نحبش هذيك الطريقه، ما تجيني هكا شويه العجينه باش تخرج، بصح يعني هكا احسن، نفضل هذه الطريقه. كاين ايضا طريقه اخرى، ديروا العجينه تاعكم بشكل طولي، يكونوا صبعتكم كما قلت لكم يعني مدهونين بزيت، تحكموا العجينه تاعكم. شوفوا البنات معايا، حاولوا تدوروها شويه باش تعطيكم هذاك الشكل يعني الجميل. شوفوا البنات بهذه الطريقه، ومن بعد لصقوا الحبات في بعضهم. ما تخافوش العجينه ما راحش تغبنكم، لانه قلت لكم يعني البلاطو فيه الزيت، غير ترفدوا العجينه تاعكم تتحكموا بها، تتحكموا فيها بكل سهوله. الوقت اللي راني نخدم فيه البنات في هذه الكيفيه، نكون انا سخنت الفرن تاعي، نقصوا له البنات يعني درجه خفيفه، لانه هذا الكاطو يعني راح يطيب لكم بسرعه. قادر تحطوا البلاطو تاعكم 5 دقائق 10 دقائق، تكون الكيفيه تاعكم يعني صاي واجده، يعني تكون تاخذ تحميره من تحت ومن الفوق. عسوا عليه البنات، هذا الكاطو كما قلت لكم راه خفيف بزاف، ما راحش ياخذ لكم وقت يعني طويل باش يطيب لكم. حطوه يعني طيب، ياخذ لكم هذيك التحميره الشابه اللي تحبوها، من بعد يعني راح يكون واجد في صحن التقديم. بعد ما طاب لي البنات الكاطو تاعي كما راكم تشوفوا، خدا واحد التحميره من تحت ومن الفوق. يا البنات واش نقول لكم، وصفه رائعه ناجحه وتقطع لكم كميه وفيره.